ما الذي يجري في عرسال؟ ومن أعدم سوريان اتهما بموالاتهما للنظام السوري؟ الوكالة الوطنية أعلنت أن جبهة النصرة في جرود عرسال نفذت حكم الإعدام بسوريين مواليين للنظام وهما علي ومحمد الكوز، وجاء ذلك بعد توزيعها بياناً تتهم فيه 12 سورياً بالتعامل مع النظام السوري، فيما تنفي بلديات عرسال أي تواجد لجبهة النصرة في المنطقة. وبنستنكر تصفية الحسابات شو ما كانت هي، ومع انه حادثة اليوم اللي صارت لا لنا سياسية ولا جبهة نصرة ولا حدا، اللي صار اليوم انه في خلافات مادية بين حدا سوريين، وفي اختطاف لحدا تاني بعد، يعني في خي قتل وفي الخي التاني بعده مفقود وعم يطالبوا بفدية مادية، يعني حسب المعنى، واهل عرسال كلهم عم يتساعدوا، وكل اهل عرسال مش فئة معينة مع النظام ولا ضد النظام ولا ما بعرف شو. البلدية اكدت ان كل البيانات الموزعة هي لتشجيش السوريين على بعضهم وتشجيش السوريين ضد بعض اللبنانيين، مؤكدة أنها تقف إلى جانب الأجهزة الأمنية لمنع كل عملية تصفية الحساب سياسية كانت أم شخصية.